ناخذ في الحسبان الفنادق المطارات والمنشآت القاعدية، وأعلم بأن في الجزائر لدينا المنشآت القاعدية والتحتية الأفضل. وأقول أن الملعب الذي رأيتهم اليوم جعلني أعتز بصفتي إفريقي، لأن هذا سينافس أحسن الملاعب في العالم. هذه المنشآت الموجودة بإفريقيا تجعلنا نعتز أكثر فأكثر. البعض يقول لنفسي أن لدينا مستقبل في كرة القدم ولدينا أحسن اللاعبين على مستوى العالمي، وهذا البلد قد قدم اللاعبين يلعبون في مانشستر سيتي وفي نوادي كروية كبيرة.